في الأشهر الأخيرة كان سامحته بحاجة إلى شيء من الشمس، كان الأخوة يصعدون به إلى حديقة المنزل، فكنا نجلس مع سماحته ونتحدث إليه، كنا نتلمس أن السيد يستشعر بأن الوضع أصبح صعبا جدا، ولكنه كان دائما يحرص على أن يعطي الموعظة حتى في هذه اللحظات، حتى يوجهنا إلى ما عندنا. في جلسة قلت له: يا سماحة السيد، وكان حديث عن علي بن أبي طالب، فاستشهدت بكلمة الإمام علي يقول فيها: أما والله إني أعلم ما يصلحكم، ولكن لا أرى صلاحكم بفساد نفسي. هز سماحته برأسه وضرب على صدره بيده، فقلت له: لم أفهم ما هو رأيك يا سماحة السيد، يعني ماذا تقصد؟ قال: هذا ما طبقته في كل حياتي. كان يقول كلمته الشهيرة في الجلسات الخاصة والعامة: من كانت غايته شريفة فلا بد من أن يكون أسلوبه شريف، ردا على المقولة التي كانت تقول: الغاية تبرر الوسيلة. كان سماحته يقول: الغاية تنظف الوسيلة، فإذا كانت غايتك كبيرة فلا بد أن يكون أسلوبك نظيفا. حتى العدو كان يصر سماحة السيد على أن لا نتعاطى مع العدو بالكلمات النابية أو القاسية، كان يصر على أن نتعامل مع العدو بالتعامل الموضوعي العلمي، وكان يرفض كلمات التضخيم والكلمات التي تشعر الإنسان بأنه أصبح يعني في موقع لا يمكن لأحد أن ينال منه. كان حريصا في آخر حياته على أن يعطينا هذه الإشارات، وآخر أيام حياته الكل يعرف أن سيد بقي في منزله يستقبل كل الناس يوميا، وكان يصر على الذهاب إلى المسجد الإمام الرضا حتى أقعده المرض ومنعه من أن يستطيع أن يصعد إلى المنبر، فكان إلى آخر حياته يعطي هذه الإشارات. وكنت يعني أستمع إلى الكثير من المشايخ والعلماء، والكثيرين الذين أتوا إليه، منهم ممكن من جاء ليأخذ يمكن صورة إلى جانب سماحة السيد، وهو يعرف أن سماحته أصبح في آخر الأيام، ولكن الكثيرين أتوا ليطلبوا المسامحة، وكان يسامحهم جميعا، وكان يقول لهم: أنتم من البيت وأنتم من أولادي، حتى لو أساتم لا يسامحكم الله. في آخر الأيام وحتى في آخر اللحظات في المسجد، بقي لأسبوعين تقريبا في المسجد في آخر حياته، وكان على أساس أن يخرج في صباح ذلك اليوم، فدنوت منه مودعا في ليلة الجمعة على أساس أنني يعني سأعود إليه في صبيحة ذلك اليوم، فكان يسألني عن المؤسسات، خاصة عن مؤسسة في منطقتنا في البقاع الغربي، وكان يسألني عن عمل المكتب، وكان يسألني عن آخر كتاب، قال لي: لم أرى هذا الكتاب، كتاب في دروب السبعين، وهذه كانت آخر الإصدارات لسماحته في حياتي. فقلت له: أنا أتيت بالكتاب يا سماحة السيد، ولكن كنت متعبا جدا. فعندما أعطيته الكتاب كان حريصا على أن يقلبه وأن يتتبع يعني ما كتب فيه، وخصوصا في المقدمة كان يسأل عن المساجد، كان يصر على أن نملأ المسجد، ولذلك الوصية الكبرى لسامحته هي المسجد، كيف كان الإمام علي عليه السلام يقول: الله الله في بيت ربكم فإنهم إن ترك لم تناظروا، قال لأولاده في آخر اللحظات وأشد على أيديهم: المسجد المسجد. وقال لابنه السيد أحمد: أنا منذ بداية شبابي عملت للوحدة الإسلامية، فلا تترك العمل للوحدة الإسلامية. كان حريصا جدا على أن يوصل الرسائل الحاسمة في آخر أيام حياته في الأيتام، حيث كان يتشدد في أن هؤلاء لابد أن نوفر لهم كل فرص الراحة، وكان حريصا على اجتماع وحدة المؤمنين ووحدة المسلمين، وكان حريصا على أن يوصي بحفظ المقاومة وحماية المقاومة. المهم أن سماحة السيد في آخر وصاياه كانت فلسطين، ويمكن يتعجب الشخص كيف يمكن لهذا الرجل الذي يعيش كل هذا الصراع مع حشرجات الموت إذا صح التعبير أن يتذكر فلسطين، عندما يدخل إليه أحد الأخوة سائلا:
هل تشعر بالراحة يا سماحة السيد؟ فيجيبه: لن أرتاح حتى تزول إسرائيل.